أخبار اليوم. جميلة منى زكي، أهلا بيك. كلميني عن مشاركتك النهاردة كفنانة في المؤتمر في اليوم العالمي لسرطان الثدي. والله أنا ليا الشرف أن أنا جيت النهاردة، هو إيفنت مهم، وشهر أكتوبر ده شهر سرطان الثدي عالميا، فكان مهم أن أو أنا حبيت جدا لما جيت، لأني شفت نماذج ناس سيرفايفرز، ناس قدروا يقاوموا المرض ده ويتعافوا منه تماما، ودي كانت أحلى حاجة فيها، إيجابية وقوة، ودي يعني نماذج لازم الناس كلها تشوفها. يعني تقولي يعني النماذج اللي شفناها النهاردة المرضى السرطان زي ما لسه قايله ان هم يعني ستات، يعني لازم كلنا نبقى فخورين بيهم، مبسوطين بيهم، ناخدهم مثل اعلى بسبب الايجابيه والقوه اللي عندهم ما شاء الله. يعني الله اكبر. شايفه ان السينما قدمت الدور ده بشكل ايجابي؟ يعني انا شايفه انهم قدموه بشكل محايد. وان شاء الله يبقى في حاجات ايجابيه كده، زي يعني وجود حاجه زي كده بتدي امل وتعمل سبوت لايت على ان يبقى في ايجابيه في التفكير. حتى وجود الاعلام النهارده بتهيالي ده حاجه كويسه. يعني ايه الجديد بالنسبه لحضرتك في السينما او المسرح او التلفزيون؟ انا ان شاء الله بعمل مسلسل اسمه افراح القبه، وبطوله جماعيه طبعا، و رواية أستاذ نجيب محفوظ، وإخراج أستاذ محمد ياسين، وسيناريو حوار أستاذ محمد أمين راضي. شكرا، نشكر حضرتك سعداء بوجودك معنا ببوابة أخبار. شكرا.